من ناحية تترك كما يعلم الجميع مع الأسف نزفت ولا زالت تنزف، حيث يقتل أبنائها بدم بارد وتحول مجلس عزاء واحد إلى مجالس عزاء عديدة. والمؤلم في الأمر أخي الكريم أنه رغم كل الحوادث الأمنية السابقة في هذه المنطقة، مثل ما تعرفون يعرفون هذه المنطقة أنه أكو حوادث سابقة في منطقة الفرحاتية والرفيعات وجديدة سامراء وغيرها من مناطق صلاح الدين، لكن مع الأسف الإجراءات الأمنية دون المستوى المطلوب ولا زالت دون المستوى المطلوب رغم مطالباتنا ومطالبات الأهالي الكثيرة. كلام الشجب والاستنكار في الكريم اللي تعودنا عليها بعد كل حادث لا يرضي أم أو أب فقدوا أبنائهم أو زوجة وأبنائها فقدوا معيلهم. الإجراء اللي لاحظناه لحد الآن هي زيارات، مجرد زيارات بسيطة للوفود وإجراءات مشددة وتضييق على الأهالي، ونتأمل أن لا ينتهي الأمر كما سابقاته، خصوصا إحنا نتكلم عن دماء ذكية وعوائل فجعت بأبنائها، لذلك العزاء الوحيد لعوائل هذه المنطقة المنكوبة والباقي مناطق صلاح الدين هو بعض الإجراءات اللي أصبحت ضرورة ملحة في هذا الوقت. الإجراء الأول أخي الكريم زيادة التركيز على جهد الاستخبارات الاستباقي وإعادة النظر بآلية عمل ومراقبة الكاميرات المستخدمة في هذه المنطقة. الإجراء الثاني أخي الكريم هو المهم اللي أشار لأغلب أهالي هذه المناطق، إشراك الأهالي في الملف الأمني وتحميلهم المسؤولية. وهذا ما أود أن أسألك بخصوصه دكتور محمد، يعني أنتم حتى كتحالف عزم طالبتم منذ زمن وحتى الآن بأن يشارك الأهالي بالحشود العشائرية لمسك والسيطرة على هذه المنطقة، كيف كان الرد وكيف تتعاطى معكم الجهات المعنية؟ كيف يردون بهذا الشأن؟ مع الأسف أخي الكريم إشراك الأهالي ضرورة ملحة، يعني من حوادث الفرحاتية ومنطقة الرفيعات وجزيرة سامرة وقضاء جدر تكريت وغيره ضرورة ملحة، لأن يعني المنطقة أعرف المنطقة، لكن مع الأسف وأقوله مع الأسف بمرارة القيادات الإدارية في المحافظة والقيادات الأمنية في المنطقة ما تسمح هاي المناشدات، فأهل المنطقة أعرف بمنطقتهم وإشراكهم بالملف الأمني ضرورة ملحة. وأوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء والقيادات الأمنية وزارة الدفاع وهيئة الحج الشعبي وغيرها من القوات الماسكة الأرض، إشراك الأهالي ضرورة ملحة لإيجاد حل لهذه الخرقات اللي تكررت، ومع الأسف نتوقع وما نتأمل أنه تتكرر بالمستقبل. الأمر الآخر في الكريم إيجاد حل لتعدد القوات الأمنية وتعدد مصادر القيادة والقرار وضرورة محاسبة المقصرين، يعني مو بس مجرد لجان تجي تتابع وزيارات وما نشوف أي إجراءات ومحاسبة للمقصرين. المصالح المجتمعية يعني بهذه المناطق يغفل عليها المسؤولين مع الأسف لحد الآن. المصالح المجتمعية تعني أنه المذنب حيلة على القضاء العادل وحاكمة، ما حد يقول ليش، لكن البريء لازم يتوفر له سبل العيش الكريم والخدمات، والمخبر السري يعرف اهالي هذه المناطق شنو اللي سواه المخبر السري مع الاسف ولا زال في بالحديث عن محاسبه الحاجة. المقصرين دكتور محمد، العديد من اهالي محافظه صلاح الدين يستغربون بينما تحدث هكذا حوادث مفجعه ذات حصيله كبيره، نشاهد محافظ صلاح الدين اللي هو رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين خارج المحافظة بنينوى يقوم بجولة انتخابية دعائية، هل هذا طبيعي برأيكم؟ والله يا أخي هذا مضحك مبكي مع الأسف، يعني مضحك مبكي، يعني مسؤول الإدارة في محافظة صلاح الدين مو بس المحافظ للأمانة حتى نكون منصفين، المحافظ أخ وصديق وزميل، لكن مع الأسف المسؤولية أمانة إدارة المحافظة اللي مع الأسف أغلب عناوينها الإدارية تلك وأهلهم يعانون مشغولين بالدعاية الانتخابية والتقاط الصور. واسمح لي أن أوجه رسالة لهم أخي المحافظ دكتور عمار والخط الأول في إدارة محافظة صلاح الدين، أقول لهم اتقوا الله في أهلكم في المحافظة، المسؤولية أمانة كبيرة، خصوصا إحنا نتكلم عن أرواح ناس اللي أغلب الناس يحشي يوم يقول لك أنا ما أريد خدمات، أنت الخدمات توفر لي أمن تحميني وحمي عائلتي، وأنا متنازل لك على الخدمات، يعني لأن مع الأسف أغلب الخدمات ما متوفرة، وحالياً يعرف أغلب أهالي هذه المناطق بدأوا يتحركون لأغراض انتخابية وتوفير خدمات لأغراض انتخابية رخيصة مع الأسف.